وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف سعادة السيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي. نرحب بك معنا في نشرة الأخبار. وكما نعلم بأن مملكة البحرين شهدت عفوا ملكيا شاملا عن عدد من المحكومين بمبادرة إنسانية من قبل سيد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. كيف تنظر إلى هذا المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 457 محكوما؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. في الحقيقة فأن المرسوم الملكي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه بالعفو الشامل والإفراج عن 457 محكوما بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، وهو أمر ليس بغريب على جلالته، وإنما هو امتداد وتواصل لمكارمه المتتالية ولفتة إنسانية أبوية حانية على أبناء شعبه لكي يعطيهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع. وفي حقيقة الأمر فإن هذه الخطوات الإنسانية التي أصبحت تقليد في النهج الإنساني الذي يتبناه جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه تهدف كذلك إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز مناعته، كما تعمل على دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تمثل إحدى الركائز الرئيسية التي تقوم عليها مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه بدعم مساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه. أود أن أؤكد في هذه المناسبة أن مملكة البحرين قطعت خطوات كبيرة في تعزيز القيم الإنسانية وتطبيق أفضل الممارسات على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان، وهذا المرسوم يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال، وخاصة ما يتعلق بتعزيز وصول مبادئ العدالة وسيادة القانون وتأكيد الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليها وغيرها من العلامات المضيئة في تجربة مملكة البحرين التي تعد بحق إحدى التجارب التي احتذى بها على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية. وجلالة الملك دائما سباق في إطلاق المبادرات التي تصب في صالح المجتمع البحريني في صالح الشعب البحريني في صالح البلد، ودائما هذه المبادرات ذاتية برغبة صادقة من جلالة الملك في أنه يكون دائما مبادر لكل ما فيه مصلحة مملكة البحرين. فنحن نشكر جلالة الملك على كل هذه المبادرات التي فعلا كانت خير معين للشعب البحريني. نحن نؤكد بنا ولاءنا لجلالة الملك ودعمنا لكل هذه المبادرات يأتي ضمن إيماننا بأنه هو قائد مسيرتنا الذي دائما يحرص على مصلحة الشعب، وإن شاء الله يحفظ جلالة الملك ويطول في عمره وإن شاء الله نشوفه دائما في أفضل حال. نعم سعادة السيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.